مساء الخير على حضراتكم، مساء الخير على كل جماهير النادي في كل مكان. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقه جديده من المحترف. حضراتنا وكلنا كنا طبعا بنتابع طبعا الدوريات العالميه الكبرى ونهايتها، وفي صراع كبير جدا جدا في الخمس بطولات او خمس دوريات الكبرى. لكن خليني اقول لحضراتكم ان الصراع ده ما بينتهيش بنهايه المسابقه، ده بيبدا صراع كبير جدا كمان على مستوى الترانسفير ماركت. النهارده في المحترف هنكون مع حضراتكم في استعدادات الانديه الكبيره على مستوى الانديه في الدوريات الكبرى للموسم الجديد. الترانسفير ماركت اللي بيشتعل بشكل كبير جدا في اوروبا وخاصه الفرق الكبيره، الفرق اللي عندها دايما طموح على البطولات، وكمان بعض الفرق اللي بتامل في بقائها في الدوريات. هنتكلم على الترانسفير ماركت بشكل كبير جدا، هنتكلم كمان على نقطة مهمة جدا كمان الايجنت، الوكيل، وكيل اللاعبين، ازاي الناس دي بتتصرف بره، ازاي الناس دي بتتعامل، وكلاء اللاعبين بيتعاملوا مع اللعيبة، بيتعاملوا مع الأندية، ده جزء كمان النهارده هيكون في ملفنا أو في حلقتنا من المحترف. أكيد هنركز على الدوري الإنجليزي، الدوري الإنجليزي اللي طبعا بيشارك فيه طبعا نجمنا الكبير محمد صلاح وتريزيجيه. الأجواء والانتقالات الصيفية المشتعلة في الدوري الإنجليزي، هل هيتمكن المان سيتي من الحفاظ على بطولة الدوري الإنجليزي مرة تانية؟ هنشوف استعدادات المان يونايتد اللي بيشتعل وبيضم لعيبة على مستوى عالي كبير جدا. هنبص على ترانسفير ماركت لليفربول، النادي اللي كل مصر بتشجعه وكل الأمة العربية بتشجعه بسبب محمد صلاح، استعداداته إيه للموسم الجديد؟ كمان من خلال المحترف هنتكلم كمان على الدوري الإيطالي، هل اليوفنتوس بالملايين اللي اتصرفت وقدوم رونالدو وخسارته للدوري الايطالي السنه اللي فاتت هيعمل ايه السنه اللي جايه؟ كذلك الدوري الالماني، بايرن مهيمن على الدوري الالماني بشكل كبير جدا، هل البايرن كمان هيكون عنده صفقات كبيره؟ هل في نادي زي دورتموند او لايبسك هينافس البايرن السنه اللي جايه من خلال الترانسفير ماركت؟ ده برضو اللي هنتابعه فيه المحترف، بجانب طبعا الدوري الفرنسي. ويمكن الدوري الفرنسي السنه اللي فاتت كان فيه مفاجاه كبيره جدا بحصول ليل على بطوله الدوري الفرنسي، وكمان لسه من ايام قليله كمان طبعا على حساب باريس سان جيرمان اللي يمكن صرف ملايين الملايين على طبعا الترانسفير، ونجوم العالم كله متجمعين في باريس سان جيرمان، كمان بيخسر يمكن من ايام السوبر الفرنسي امام ليل كمان مره ثانيه. كل ده هنتابعه مع حضراتكم هنا في المحترف. لكن كمان عايزين نقول ان احنا لسه بنتابع، يعني كل منافسات كره القدم في طوكيو 2020 ما زالت مستمره. يمكن كلنا كنا يعني زعلانين بخروج منتخبنا، كنا نتمنى منتخب مصر يوصل للادوار النهائيه، لكن المباريات مستمره. منتخب البرازيل اللي وصل للدور النهائي على حساب منتخب المكسيك برجلات الترجيح بنتيجه 4-1. طبعا مباراه كانت مباراه عصيبه جدا، انتهت بالتعادل السلبي في الوقت الاصلي، لكن ضربات الترجيح حسمت الامور لصالح المنتخب البرازيلي. يمكن المنتخب البرازيلي لم يهدر ولا ضربه، المنتخب المكسيكي يمكن احرز هدف واحد من 4 ضربات. قدر المنتخب زي ما حضراتكم شايفين ضربات الجزاء، المنتخب البرازيلي بامكانياتهم بلاعبتهم الكبيره قدروا ان هم يوصلوا للدور النهائي او المباراه النهائيه على حساب المكسيك. الطرف الثاني كان في مباراه عصيبه ما بين المنتخب الاسباني ومنتخب صاحب الارض. طبعا زي ما حضراتكم شايفين المنتخب الاسباني يمكن المباراه دي كان مباراه صعبه جدا، يمكن انتهت بالتعادل في الوقت الاصلي للمباراه، ودخلوا للوقت الاضافي اللي المنتخب الاسباني في الدقيقه 115. يعني اسينسيو بيحط هدف قاتل في الدقائق الاخيره من المباراه لينهي يعني طموح طبعا المنتخب الياباني صاحب الارض، كان يتمنى الوصول للمباراه النهائيه، لكن وصول البرازيل على حساب المكسيك وكمان وصول اسبانيا على حساب اليابان. اكيد هنتابع مع حضراتكم مباريات المركز الثالث والرابع ما بين المكسيك واليابان، وكمان اكيد المباراه النهائيه المرتقبه ما بين المنتخب الاسباني والمنتخب البرازيلي. حلقتنا يعني بنتكلم على الماركاتو، بنتكلم على الاجواء الساخنه جدا في الترانسفير ماركت على مستوى الدوريات الاوروبيه. تعالوا مع حضراتكم نشوف الجرايد والصحف العالميه قالت ايه عن هذا الملف الترانسفير ماركت في الصحف العالميه.
طبعا هنبدأ بأسبانيا. صحيفة ماركا الأسبانية بتتحدث عن عقد رابطة الدوري الأسباني مع صندوق الاستثمار الأمريكي السي في سي، وكتبت رابطة الدوري الأسباني تمطر ملايين. طبعا العقد المزمع ما بين توقيع ما بين يعني الدوري الأسباني أو الليجا وهذه الشركة الكبيرة بتمنح الليجا استثمارات بقيمة 3.3 مليار دولار من شركة الأسهم الأمريكية اللي هي سي في سي، واللي هيتم توزيعها في اجتماع هيعقد لجميع الأندية. بيتوقع طبعا حصول برشلونة على 320 مليون دولار، والريال أكثر من تقريبا 307 مليون دولار وفقا طبعا لماركة الأسبانية. الهدف من المشروع أي طبعا هو يعني إنعاش الدوري الأسباني بشكل كبير جدا، والحفاظ على مكانة الدوري الأسباني، المكانة المالية ما فيش شك، اللي هي بالتأكيد يمكن اهتزت بشدة في طبعا تداعيات فيروس كورونا العام الماضي. الصحيفة كمان اهتمت ببرشلونة وكتبت ان ميسي هنا وهناك اتفاق شبه اكيد على تجديد التعاقد مع ليون ميسي بعودة، طبعا كما اهتمت كمان بعودة كريم بنزيما للتدريبات مع ريال مدريد، وكتبت كريم بنزيما القائد الثاني عاد للتدريبات. حضراتكم عارفين يمكن يعني وجود ميسي كان علامة استفهام في برشلونة العام القادم او السيزون القادم، خلاص اللي يمكن خلال ايام هتبدأ الدوريات الأوروبية بداية من يمكن من حوالي 3 ايام، يوم 7 هيبدأ الدوري الانجليزي الدوري الفرنسي. سبورت الأسبانية ركزت على وصول زي ما بقول لحضراتكم ميسي الى برشلونة لتجديد عقده، وكتبت النجم الأرجنتيني في برشلونة لإنهاء تجديد عقده. كذلك اهتمت الصحافة طبعا بخسارة برشلونة أمام ريد بول سالزبورغ في لقاء طبعا لقاء ودي انتهى بخسارة برشلونة 2-1، ويمكن كتبت 3-5-2 تعود لخلط أوراق برشلونة، يعني طريقة اللعب هم بينتقد طريقة اللعب 3-5-2 إنها ما أدتش بثمارها في المباراة الودية. اهتمت كمان الصحيفة بعودة الجماهير، وده مهم جدا للليجا على مستوى طبعا الاستثمار على مستوى الفلوس، إن هيرجع تاني الجماهير بنسبة 40% لحضور المباريات. كتبت الجريدة الدوري الأسباني يبدأ بحضور الجماهير بنسبة 40% من الملاعب ابتداء طبعا من الموسم القادم. لسه في أسبانيا مع موندو دي ديبورتيفو الأسبانية اللي ركزت طبعا على أخبار تاني برشلونة، وكتبت يمكن على الخسارة اللي بقول لحضراتكم أمام زالسبورغ في لقاء ودي، يعني أشارت إن دي الوقت التحضير للموسم الجديد وعن مستقبل كمان ميسي مع برشلونة وعودته مرة تانية والاتفاق بشكل كبير جدا مع الإدارة في برشلونة. كمان اهتمت بالاتفاق اللي بقول لحضراتكم عليه رابطة الدوري الأسباني وصندوق الاستثمار الأمريكي لدعم طبعا الأندية، وكتبت برشلونة سيحصل على أكثر من 250 مليون يورو أكيد بتساعده في قضية طبعا قانون اللعب المالي والقانون، يمكن أو خاصة برشلونة كان بيمر، حضراتكم عارفين أن كان بيمر بأزمة كبيرة جدا جدا في السنة اللي فاتت أو اللي قبلها، وكان في بعض الناس بتقول طبعا أن برشلونة مش هيتعاقد كمان مع ميسي طبعا للظروف الاقتصادية، وطبعا ما فيش أموال تقدر تضخ بشكل كبير لتغطية عقد ميسي. لسه في أسبانيا مع آس اللي ركزت الصحيفة على العقد المالي تاني الكبير اللي وقعته رابطة الدوري الأسباني مع زي ما قلت حضراتكم صندوق الاستثمار الأمريكي، وكتبت حق الملايين بالنسبة طبعا لرابطة الدوري الأسباني، إن يعني اهتمت بعودة الجماهير مرة تانية، وفي نفس الوقت هذا المشروع الاقتصادي ما بين طبعا الليجا الأسبانية وشركة الاستثمار الأمريكية، وقالت إن الجماهير بتعود للملاعب بنسبة 40% مع بداية السيزون. نروح بقى يعني نسيب أسبانيا شوية ونروح لإيطاليا، إيطاليا تحديدا كورة السبورت اللي ركزت على رغبة المهاجم البلجيكي لوكاكو طبعا نجم المنتخب البلجيكي في الرحيل عن انتر ميلان وعودة طبعا والعودة مرة تانية لتشيلسي. يعني لوكاكو يعني يمكن طلب بشكل أو بآخر أنه عايز ينتقل إلى تشيلسي، وكتبت لوكاكو أريد تشيلسي. الصحيفة اهتمت بأخبار الأندية طبعا الإيطالية،
ولقاءاتها الودية، ومنها طبعا خسارة الميلان أمام فالنسيا بضربات الترجيح. لسه في إيطاليا مع توت دي سبورت اللي اهتمت بسوق الترانسفير ماركت في الأندية الإيطالية، وكتبت طبعا تحول في يوفنتوس بتراجع عن بليتش طبعا، وعن انتر ميلان اللي كتبت ان لوكاكو في طريقه الى تشيلسي، وان انتر ميلان طبعا بيرغب في زاباتا، دي على مستوى يعني النجوم الكبيره في الانتقالات بالنسبه للسيريا. لاكازيتا دي السبورت الايطاليه قالت لوكاكو يعني صادم ويرغب في الرحيل. اشاره منها ان طبعا لوكاكو مع الانتر فاز بالدوري بالسيريا ولكن كل رغبته هو الرجوع الى البريمير ليج عن طريق تشيلسي. من ايطاليا نروح لانجلترا، بالتحديد طبعا مع جريده ديلي اكسبريس اللي ركزت بشكل كبير جدا على المان سيتي وعلى جاليتش طبعا لاعب استون فيلا اللي تالق بصراحه في اوروبا 2020، طبعا لاعب استون فيلا. وكتبت الصحيفه يعني بتقول لسيتي يعني يوافق على دفع 100 مليون جنيه استرليني، 100 مليون جنيه استرليني، ويعني وصفت الصفقه كده بالصفقه العظيمه من اجل هذا اللاعب الرائع طبعا، والانتقال من استون فيلا الى المان سيتي. لسه في انجلترا تحديدا في الجارديان اللي كتبت يمكن كذلك على السيتي يقترب من ضم جريليش اللي مقابل زي ما بقول لحضراتكم 100 مليون جنيه. اعتقد الصفقه ديت كل الجرايد على مستوى انجلترا بتتكلم على هذا التعاقد الكبير، وطبعا انتقال هذا اللاعب جريليش الى المان سيتي عن طريق طبعا استون فيلا. زي ما بقول لحضراتكم لسه يعني طبعا هيخضع للفحص الطبي طبيعي جدا، الفحوصات الطبيه بالنسبه للاعب، وان خلاص اللاعب في طريقه للانتقال الى المان سيتي بصفقه كبيره جدا تصل الى 100 مليون جنيه استرليني. زي ما حضراتكم بقول لكم يمكن كمان من خلال حلقتنا النهارده هنشوف يعني استعدادات الانديه للموسم الجديد عامل ازاي، بنتكلم على استعدادات كبيره جدا، انتقالات كبيره جدا، بنتكلم على اسماء كبيره جدا بتنتقل من انديه الى انديه، كمان طموحات الانديه ديت في الحصول على البطولات، مش بس الحصول على البطوله المحليه لكن كمان الحصول على الشامبيونز ليج. كل دوت هنكون مع حضراتكم هنا في المحترف ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف، وزي ما اتكلمت مع حضراتكم في الانترو النهارده عندنا قضيه الترانسفير ماركت. يعني انا في اعتقادي يمكن الخمس دوريات الاوروبيه الكبيره من انتهاء المنافسه بتبدا منافسه جديده جدا جدا في سوق الانتقالات، وخاصه زي ما بقول لحضراتكم كل فريق بيطمح ويكون عنده امال وعنده اهداف للحصول اكيد على البطولات المحليه وكمان على بطوله كبيره زي الشامبيونز ليج. ازاي الترانسفير ماركت شغال دلوقتي؟ ايه اللعيبه اللي انتقلت؟ ايه الانديه اللي في سعيها للانضمام بعض النجوم الكبار؟ هيكون معانا في الفقره ديت الناقد الرياضي المتميز محمد الباز اللي برحب بيه في شاشه قناه النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا محمد. مساء الخير كابتن هاني، اهلا وسهلا. إيه؟ سعيد نصف معك الحمد لله. خليك اكيد يا محمد، زي ما بقول المنافسات الترانسفير ماركت خاصه الصيفي بتكون مشتعله في طبعا الدوريات الاوروبيه الخمسه، وزي ما بقول لك يمكن المنافسات بتخلص بحصول النادي على البطوله، لكن بتبدا بعديها على طول مباشره ويمكن قبلها بفترات المنافسه الاشرس هي الحصول على لعيبه، الانتقالات اللعيبه. شايف لغايه دلوقتي انت عارف طبعا الدوريات الاوروبيه خلاص في صدد البدايه، يعني الدوري الفرنسي يوم 7، الدوري الانجليزي ان شاء الله يوم 13. شايف الانتقالات دي لغايه دلوقتي ماشيه ازاي في اوروبا؟ يعني زي ما حضرتك قلت يا كابتن، بكل تاكيد الانتقالات الموسم ده خصوصا على صفيح ساخن يعني هو ممتع مثير جدا، وزي ما حضرتك قلت ان الانتقالات عموما بالنسبه للانديه بالنسبه للمدربين هي النافذه اللي من خلالها بيستطيع المدرب او النادي يشوف عيوبه، نقاط القوه، نقاط الضعف، ويذاكر ويدرس احتياجاته للموسم الجديد بشكل كبير. طبعا الترانسفير ماركت على صفيح ساخن بدا، يعني لو هنبص هنلاقي في المان يونايتد والمان سيتي، واحنا هنركز على خاصه برضه عشان نكون عارفين يعني مش هنلحق ناخد الخمس دوريات، لكن هنركز بشكل خاص اكيد على الدوري الانجليزي بشكل مكثف. الدوري الانجليزي الماركت هل يعني هيحافظ المان سيتي على
أماله في الحصول على البطولة، وده شيء طبيعي. هل المانشستر يونايتد هيدعم عشان يحصل على البطولة؟ ليفربول كمان بعد يمكن موسم مخيب للأمال على مستوى البريمير ليج، هنشوف هيشتغل ازاي. كل دوت هنشوفه بعد التقرير الخاص بالترانسفير ماركت، وزي ما بقول لحضراتكم على صفيح ساخن الترانسفير ماركت او سوق الانتقالات الصيفية في اوروبا على صفيح ساخن. اهلا بحضراتكم، وزي ما شفنا في التقرير يمكن زي ما بقول لحضراتكم الترانسفير ماركت في اوروبا ساخن جدا جدا. ولسه في الانترو كنت بتكلم مع حضراتكم من بعض الصحف الاسبانيه كان بتقول ان خلاص تقريبا ميسي متواجد في برشلونه، لكن الخبر العاجل دلوقتي رسميا ليونيل ميسي ليس متواجد في برشلونه الموسم القادم. ده كان خبر يمكن هيكون صادم لمحبي برشلونه بشكل كبير جدا، لان كل التوقعات كانت قالت ان ميسي خلاص هيكون موجود في برشلونه، انهم هيعملوا له عقد، وخاصه زي ما احنا قلنا يمكن الشراكه ما بين رابطه اتحاد الكره الاسباني او رابطه المحترفين في الليجا مع شركه استثماريه كبيره من امريكا ممكن كانت تسهل من هذه العمليه. لكن يعني ريال مدريد كمان رفض الاتفاقيه ديت، يعني احنا بنتكلم طبعا الليجا الاسبانيه بتحاول بقدر الامكان انها تنعش الخزينه وتنعش الدوري الاسباني بشكل كبير جدا، لان زي ما بقول لحضراتكم تداعي فيروس كورونا كان قوي جدا خاصه على الدوري الاسباني. ولكن دلوقتي كمان ريال مدريد بيعارض هذه الصفقه ما بين الليجا او طبعا رابطه الكره في اسبانيا او الاتحاد الاسباني مع الشركه الامريكيه. لكن الخبر كمان الصادم جدا هو عدم الاتفاق، يمكن برشلونه اعلن رسميا عدم الاتفاق مع ميسي على التجديد لموسم اخر او لعده مواسم اخرى في برشلونه. وزي ما حضراتكم عارفين او ميسي قال كده ما بين قوسين ان هو غير مقتنع بالمشروع اللي بيقدمه برشلونه خلال السنوات القادمه. حضراتكم يمكن متابعين ميسي بشكل كبير جدا، ان هو كان بيقول لو تقدم لي مشروع يعني اقتنع بيه من خلال مشروع لمده 4-5 سنين اشوف ان برشلونه هيكون يعني ينافس على البطولات بشكل كبير جدا ممكن اكون متواجد. لكن النهارده بيعلن برشلونه عدم الاتفاق مع ميسي على التجديد لموسم اخر او خلاص رحيل ميسي عن برشلونه. محمد ايه رايك في الخبر ده؟ هو خبر صادم، يعني احنا في متابعتنا الفتره الاخيره كلنا وكل محبي البارسا ومتابعي الدوري الاسباني بالتحديد على اقتناع كامل ان ميسي بعد انتهاء اجازته رجع النهارده اسبانيا علشان يجدد العقد، وده الكلام اللي كان تداول في الفتره الاخيره. تغيير رايه في اللحظات الاخيره او يعني شيء مدهش جدا، خصوصا ان مش هياثر بس على النادي كبرشلونه، ده هياثر على البلد الليجا طبعا، الليجا كلها وعلى اسبانيا. هو من ميسي من اكثر الاشخاص كمواطن او متواجد في اسبانيا اللي بيدفعوا ضرائب في اسبانيا، يعني هو يعني بيدفع ما يقارب او دفع ما يقارب 370 مليون يورو ضرائب منذ انضمامه للبارسا. يعني خبر طبعا زي ما بقول لك كلنا كنا متوقعين خلاص، ويمكن حتى الصحف الاسبانيه النهارده وانا بقول الصحف الاسبانيه بتتكلم على ترانسفير ماركت ازاي، كان في كل كل الاتجاهات واضح جدا ان في اتفاق مع برشلونه وان هيجددوا عقد ميسي، وان ميسي يمكن خلاص يعني متواجد في برشلونه. لكن النقطه اللي عايز اخدك فيها ان ميسي بيقول انا غير مقتنع بالمشروع اللي قدمته او المشروع اللي قدمه برشلونه خلال الفتره اللي جايه، وبالتالي انا ما عنديش طموحات ان اتواجد في الفريق. يعني ممكن يكون بايد راي ميسي لحد ما يعني، ولكن القرار قرار صعب، قرار يرجع له. مش هو بس تقريبا ميسي الموافق على المشروع، في لعيبه تانية خصوصا ان كان في ضغط في الفتره الاخيره على برشلونه او من اداره برشلونه ومن اداره الليج على تخفيض مرتبات اللاعبين، فامر بصراحه. وكمان يعني طبعا احنا كنا بنتكلم على الدوري الانجليزي فجاه ظهر خبر ميسي اكيد قلب الحلقه كلها. لكن يعني طبعا ميسي والانتقال ميسي دلوقتي هيطلع اسئله كتيره جدا، ميسي طب ميسي مش هيكون في برشلونه، هتبدا نتكلم على الوجهه الانديه ايه الانديه اللي قادره انها تدي ميسي عقد كبير جدا. اعتقد ما فيش يعني هم ناديين ثلاثه بالظبط بكل تاكيد، يعني هو في ناديين ثلاثه زي ما حضرتك قلت
ممكن بي اس جي من الانديه اللي دايما يعني معدل النفقات عندها عالي جدا. ولكن كابتن هاني في حاجه مهمه جدا، ان الترانسفير ماركت او الويندو خلاص هيغلق مع نهايه الشهر 31 اغسطس 30 او 31 اغسطس. قدامنا كمان رسميا هو محمد رسميا ان طبعا ميسي، ليون ميسي طبعا غير متواجد ومش هيستمر في برشلونه للموسم القادم. خبر صادم جدا زي ما بقول لكل محبي برشلونه مش في اسبانيا بس لكن في العالم كله، وخبر مفاجئ يعني خبر مفاجئ بعد طبعا زي ما اتكلمنا وكل العالم كان بيقول ان خلاص ميسي متواجد، وخاصه انت عارف الدوري الاسباني هيبدا خلاص الاسبوع اللي جاي. وبالتالي خبر صادم وكل التكهنات دلوقتي وكل يعني الناس هتتكلم الى اين ميسي الى اين. صحيح ميسي الى اين. الدوري فعلا هيبدا يوم 13 اغسطس، ايام قليله جدا تفصلنا على بدايه الدوري الاسباني. ميسي الى اين. ومع ذلك الانديه الكبرى في الخطط بتاعتها في الفتره الاخيره كانت خرجه ميسي من دائره الاهتمام. يعني بالظبط مفيش فريق شفنا ان هو بيفكر حتى ان هو يداعب ميسي او يغازل ميسي بارقام كبيره. خلاص زي ما حضرتك قلت رقم كبير، مين الفريق الذي يقدر على استقطاب او التعاقد مع ميسي. فعلا انا اعتقد بعد الخبر دوت هنلاقي الفرق الكبيره بتعيد التفكير، خصوصا ان كان في يعني بعض التمهل في اخذ قرارات شفناها في تعاقد مع لاعبين كبار، وده اللي هنتكلم عليه النهارده في حلقتنا. صحيح. الموضوع ما كانش فيه استعجال قوي يعني بعد الخبر يمكن الصادم دوت. خلينا نتكلم على كذا جزئيه هياثر ازاي على برشلونه. بتتكلم على اتراكتيف، انت عارف برشلونه اسم كبير لكن طبعا. وجود ميسي جوه برشلونه اتراكتيف لبعض اللعيبه انه يقول لك هروح العب جنب ميسي. عدم وجود ميسي هل ياثر على الترانسفير ماركت بالنسبه او التخطيط او البلاننج بتاع الترانسفير ماركت بالنسبه لبرشلونه؟ بكل تاكيد اكيد طبعا بياثر بشكل كبير، لان خلاص لحد اللحظه الاخيره ميسي متواجد مع برشلونه. فتغيير الراي او القرار في الثواني الاخيره مصدم طبعا، هيأثر بشكل كبير على ربما يعيد إدارة البارسا سريعا تفكيرها. من وجهة نظري أعتقد هيكون الأمر صعب، محتاج بعض الوقت إن هو يفكروا. صحيح. إزاي نحضر، إزاي نعيد أوراقنا أو خططنا من أجل استقطاب لاعب. ولازم يفكروا كمان ما فيش طبعا هيعوض غياب ميسي، لكن لازم كمان هيفكروا غياب ميسي هيأثر فنيا، وده طبعا شغل المدير الفني مع مدير النادي ازاي نقدر نعوض غياب ميسي بلاعب مميز جدا. طيب تاني السؤال اللي يعني انت اتكلمت على في ناديين ثلاثه ممكن ميسي ينتقل ليهم، بتتكلم على المان سيتي وبتتكلم على البي اس جي. هل من المتوقع ان كمان انت عارف ان بيكام طبعا عنده نادي في امريكا، هل تكون ممكن علامه استفهام هل يكون الوجهه القادمه هو الدوري الامريكي، وجود ميسي في الدوري الامريكي، وخاصه ان ممكن يكون العائد المالي على مستوى سنين كبيره، يعني ممكن جدا يعملوا معاه عقد لمده 5 سنين بلس 5 سنين يكون متواجد او يكون شير مع هذا النادي. هل انت شايف ان ممكن كمان دي تكون خطوه ميسي القادمه هو الدوري الامريكي؟ بكل تاكيد انا شايف ان ممكن يكون ده خطوه نافذه قد ينطلق من خلالها ميسي، بيضمن بيها ان هو في تعويض مالي كبير ان هو يقدر يعيش زي ما حضرتك قلت 5 سنين. في 5 سنين قد يكون الدوري الامريكي وبيكام بالتحديد هم من الفريق اللي يقدر ان هو يمول الصفقه ديت ويكسب ميسي. بالنسبه للمان سيتي او البي اس جي، لا اعتقد من وجهه نظري ان هناك حتى بعد القرار دوت هيكون في تفكير بشكل كبير، لان الموضوع مش في الانتقالات، وحضرتك يعني عارف ده تماما ان الموضوع او اللعب دلوقتي مش بالاسماء الكبيره. قد يكون ميسي اسم كبير اسطوره ولكن لا يتماشى مع فكر المدرب معين مع فريق معين بطريقته بالتشكيله اللي هو اوريدي كونها في الفتره الاخيره. فوجود ميسي انا اتفق معاك، لكن هتيجي عند ميسي ويبقى في حسابات مختلفه خالص. يعني انك يتواجد ميسي في صفوف فرقه ده اكيد عامل اتراكتيف كبير جدا بالنسبه للجماهير، بالنسبه للعيبه، بالنسبه للاداره، بالنسبه كمان لفنيات ميسي. لكن بتتكلم كمان على الجزء المالي، ان انت بتتكلم على عقد كبير جدا مين اللي قادر.
باريس سان جيرمان يمكن بعد تعاقده مع دونا روما ودلوقتي موجود امبابي وموجود نيمار وموجود لعيبه كبيره جدا جدا دي ماريا، هل وجود ميسي كمان هيكون يعني او الخلاف او رحيله عن برشلونه هيكون نقطه انطلاقه لباريس سان جيرمان لضم ميسي في الايام اللي جايه؟ ممكن نشوف ده؟ ممكن، خصوصا ان في كلام كبير حول امبابي يعني في الانتقال لريال مدريد. اللاعب وضح رغبته بكل وضوح، انا حابب اروح ريال مدريد. الكلام ما زال مفاوضات سريه الى حد ما، ولكن في اتجاهات كبيره بتقول ان امبابي ممكن يروح ريال مدريد. ده بيخدنا شويه، ممكن يكون هناك تفكير ان وجود ميسي بديل من امبابي، خصوصا نيمار حبيبه صديقه صاحبين بعض، هيكون دافع قوي لوجود ميسي مع وعلى مستوى طبعا الاداره الفنيه. انت عارف ان باريس سان جيرمان خسر الدوري وخسر السوبر، وكمان كان كل طموحاته يمكن التشامبيونز ليج، كمان خسر التشامبيونز ليج. فوجود ميسي اكيد هيكون عامل ايجابي بشكل كبير جدا. اولا زي ما بنتكلم كمان على الليغا الفرنسيه، القيمه التسويقيه كمان للدوري الفرنسي اعتقد هتختلف كتير جدا. نسبه المشاهدين في العالم كله تتجه الى ميسي والدوري الفرنسي. ممكن دي كل ديت ممكن تكون اليات او ممكن تكون حوافز ان يكون ميسي موجود في الدوري الفرنسي. صحيح طبعا. فعلا يعني وخصوصا باريس سان جيرمان من الفرق اللي زي ما حضرتك عارف بتفكر من ناحيه الانفستمنتس والفلوس. صحيح. ادفع والمقابل. الهدف الاسمى هو الشامبيونز ليج، وهو مش قادر يحقق الهدف ده في الفتره الاخيره رغم وجود مجموعه كتيبه ناريه. صحيح. قد يكون اضافه ميسي مش بس على التطوير المالي والمادي واتجاه الجمهور واعلاء طبعا، يعني مش بس جمهوريا، لا اعلاميا يعني طبعا. وجود ميسي بهذا بقيمه شخص ميسي وهو كمان إضافة بيزيد قيمه الدوري كله مش قيمه النادي بس. صحيح. يعني ميسي اكيد عامل قيمه مش لبرشلونه لكن قيمه للدوري الاسباني. هنناقش دوت معاك محمد، ونناقش كمان مع حضراتكم كمان الترانسفير ماركت في الدوري الانجليزي، خاصه يمكن بعد الخبر ان هو الخبر الرسمي اللي ظهر ان ميسي لم يكون او لن يتواجد مع برشلونه الموسم القادم. هنعرف كل ده بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه، ولسه في اصداء واجواء ترانسفير ماركت في اوروبا، وخاصه طبعا ميسي لم يتواجد او لن يتواجد في برشلونه السيزون القادم او الموسم القادم. طبعا مفاجاه كبيره جدا جدا زي ما بقول لحضراتكم. يمكن وجود ميسي ويمكن على الصفحه الرسميه لبرشلونه اللي بتقول ان ميسي لم يعني يتم الاتفاق معاه للتجديد لفتره ثانيه او لفتره طويله لبرشلونه، وده بسبب يمكن الاتفاق المادي. وزي ما قلت لحضراتكم كمان المشروع اللي بيقدمه برشلونه لميسي، ميسي لم يوافق على هذا المشروع، وبالتالي خلاص رسميا ميسي مش موجود في برشلونه. وطبعا كل الاخبار في العالم وكل وكلاء الانباء في العالم طبعا بتذيع هذا الخبر المهم جدا، ويمكن كان مفاجاه لناس كثيره محمد زي ما اتكلمنا ان احنا بنتكلم على قيمه كبيره زي برشلونه، اكيد هتاثر على مش هتاثر على برشلونه بس لكن على الماركتنج وعلى القيمه الماليه للليجا. السؤال اللي بيطرح نفسه هنا وكلمنا عليه قبل الفاصل ان ميسي كان لسه في اجازه، لسه واصل النهارده بالطياره. صحيح. لبرشلونه على امل ان هو هيتواجد خلاص في التدريبات ويبدا خلاص السيزون، لكن المفاجاه الكبيره. السؤال في فتره الصيف هل كان في بعض الكواليس ان بعض وكلاء اللاعبين اللي هنتكلم عليهم النهارده في حلقتنا كان ليهم دور كبير في تغيير راي ميسي؟ هل بعض رؤساء الانديه كان في لقاءات خاصه مع ميسي؟ هل بيكام كان في لقاء مع ميسي ويمكن اقنعه بوجوده، خاصه انت عارف ان ميسي عنده بيت كبير جدا جدا في امريكا، اقنعه بالتواجد في الدوري الامريكي؟ شفت الكواليس اللي ما قبل ما يروح ميسي النهارده لبرشلونه؟ لان ما اعتقدش خلاص هو القرار اتخذ النهارده، في ساعتها اكيد كان ليه يعني كان ليه مقدمات كبيره جدا يعني. صحيح بكل تأكيد قرار ميسي بالتحديد لم يؤخذ بسرعة، يعني أكيد في تخطيط، أكيد في بلان بي زي ما بيقولوا دايما مع لاعبين وكلاء اللاعبين أيضا، أكيد كان في مناقشات سرية، يعني هو عارف هو رايح يعمل إيه.
زي ما حضرتك قلت النهارده لحد اخر لحظه كلنا على علم ان ميسي النهارده خلص اجازته، والطياره وصلت تقريبا الصبح لاسبانيا، الصحف تداولت الخبر وصول ميسي من اجل تجديد التعاقد. اللي بيحصل في الكواليس اكيد يا كابتن هاني اكيد في خطه ثانيه محطوطه معمول حساب الى اذا لم نصل اتفاق، يعني حضرتك قلت وده اللي مذكور فعلا على الصفحه الرسميه للموقع الرسمي لبرشلونه ان بسبب الاتفاق مالي او مادي لم نصل الى اتفاق مرضي من الطرفين او مع ميسي بالتحديد فلم يجدد العقد. ممكن يكون هناك كلام مع بيكم، ممكن يكون اللاعبين اللي هو الوكلاء اللاعبين اكيد تحدث معاه. هو كان اللي احنا تابعنا الصور بتاعته في اجازته في الفتره الاخيره ومعاه زميله سويرتس، كان معاه على اللانش والمركب والاسره والعائله، اعتقد كان يعني في اجواء اجازه، يعني لم يفكر في الامر. ولكن زي ما حضرتك قلت اكيد في خطه بديله كان حطها ميسي لمثل هذه المواقف، يعني ف موقف وخبر مفاجئ وعشاق البارسا بكل تاكيد. اكيد اكيد خبر مفاجئ، ويعني برضه هقرا البيان الرسمي اللي يمكن اذاعه الموقع الرسمي لبرشلونه بالتحديد برضه عشان كل المهتمين ببرشلونه وميسي. جاء طبعا بيان برشلونه كالتالي: على الرغم من توصل برشلونه وميسي الى اتفاق واضح لتوقيع العقد الجديد اليوم، إلا أن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الأسباني. نتيجة لهذا الموقف لن يبقى ميسي في نادي برشلونة. قال كمان أن يعني طبعا يأسف الطرفين بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية. طبعا يعرف نادي برشلونة عن يعني نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في تعزيز سمعة برشلونة، ويتمنى له التوفيق في حياته الشخصية والمهنية. نقطة بس هقف عندها اللي هو بيتكلم ان العقبات المالية والهيكلية الخاصة بلوائح الدوري الأسباني، تفسرها دي ازاي؟ نفس الكلام، احنا شفنا في الفترة الأخيرة إن في ضغط كبير من الليج في أسبانيا والإدارات بتخفيض مرتبات اللاعبين. صحيح. وده كان أكيد سبب، يعني زي ما مذكور على الموقع الرسمي بسبب مالي أو مادي. فتخفيض المرتبات هو كان سبب أساسي، يعني طبقا للوائح الجديدة، وبالتالي زي ما قلنا الضرايب ومرتبط الموضوع بشكل كبير. بس كان من الواضح من البيان يا محمد ان الطرفين كانوا متفقين، يعني زي ما انت بتقول ميسي النهارده وصل عشان هيروح يمضي العقد ويبدا تدريبه. صحيح. لكن من الواضح ان يمكن حربته بالديل او بالاتفاق اللي حصل ما بين الليجا رابطه المحترفين في الدوري الاسباني مع الشركه الامريكيه الكبيره، ويمكن بمبالغ كبيره جدا جدا، ويمكن برشلونه كان هيخش له اكثر من 300 مليون دولار في هذه الصفقه، لكن في بعض الاعتراضات، يعني ريال مدريد معترض على هذه الصفقه. هل الشك او هل عدم وضوح الرؤيه بالنسبه لرابطه الدوري الاسباني من خلال الفلوس بمعنى اصح كان اكيد سبب في عدم اتفاق ميسي مع برشلونه؟ متفق معاك تماما، اكيد في حاجه هيدن زي ما بيقولوا ما كانتش واضحه لكل الاطراف خصوصا للشركه والمشروع، فبالتالي ما وصلوش لحل. يعني احنا كلنا كنا على يقين تجديد ميسي اليوم، بيحدث اختلاف سريع بالشكل دوت وتغيير الراي او القرار، لا في حاجه مختفيه مش واضحه لكل الاطراف، بالتالي لم ترضي الطرفين او لم ترضي ميسي بشكل كبير. متفق معاك تماما. طيب كمان لسه يمكن من قريب مش من بعيد يمكن من سنتين رحل كريستيانو رونالدو للدوري الايطالي، وكل الناس قالت ان طبعا يعني خروج رونالدو من الدوري الاسباني هيأثر بشكل كبير جدا على الدوري الاسباني، الماركتنج بيأثر على الفاليو بتاع الدوري الاسباني. هل كمان بعد خروج ميسي هل الدوري الاسباني خلاص هيبقى يقع يمكن في المركزه الثالثه او الرابعه في التوب 5 ليجز في اوروبا، ولا انت شايف ان ممكن الامور تمشي يعني زي ما هي؟ قد اكيد بكل تاكيد احنا شفنا في تاثير كبير حصل طبعا مع كريستيانو رونالدو على ريال مدريد وعلى الفاليو بتاع الدوري الاسباني بشكل عام بكل تاكيد. خروج ميسي من الدوري الاسباني
ده برضو سؤال احنا مش عارفين، هل برضه هيخرج من الدوري الاسباني او هل هناك كلام اخر ممكن يكون في فريق تاني في الدوري الاسباني؟ كل تاكيد احنا ريال مدريد مش يعني يعني هو هيرحل اعتقد من وجهه نظر الشخصيه. انا هتفق معاك في ثلاث نقط. النقطه الاولانيه لو هيكمل في الدوريات الاوروبيه اكيد هيكون يا بي اس جي يا اما هتتكلم عن مان سيتي، دول الناديين اللي يقدروا يضخوا اموال بشكل كبير جدا. لو بنتكلم ان فكر ميسي عايز يخرج لمشروع اكبر يعني لمده 5 أو 10 سنين اعتقد هيكون الاتجاه للدوري الامريكي من خلال طبعا النادي اللي يملكه بيكهام. خلينا نقفل شويه ميسي ونبدا يعني نشوف الانتقالات الدوري خاصه الدوري الانجليزي. يعني نبدا زي ما قلنا مع طبعا اول نادي بنتكلم عليه، بنتكلم على المان يونايتد. المان يونايتد يمكن عمل صفقات جيده الموسم اللي فات لكن كان بيطمع طبعا في البريمير ليج، لكن اكيد طموحاته السنه الجايه الحصول على البريمير ليج وكمان الحصول على الشامبيونز ليج. اول طبعا صفقه سانشو طبعا لاعب دورتموند السابق بمبلغ كبير جدا وصل ل 73 او صحيح 73 مليون جنيه استرليني زي ما احنا شايفين دلوقتي. انضم طبعا لدورتموند صيف 2017 لاعب 137 مباراه بقميص بروسيا دورتموند اربع مواسم، عدد الاهداف 50 هدف وصنع 64 هدف، قيمه انتقاله زي ما اتكلمنا 85 مليون جنيه استرليني. شايف الانتقال ده ازاي بالنسبه للمان يونايتد على المستوى الفني وعلى مستوى يعني الرغبه والطموح في الحصول على البريمير ليج؟ صحيح، انا شايف طبعا انتقال مهم جدا. الكتيبه يعني لو هنتكلم على سانشو بكل تحديد، لو هنرجع خطوات لورا زي ما كنا بنقول بدايه سانشو وتطور سانشو في الاربع خمس سنين الاخرانيين، زي ما قلنا كابتناني قبل الهوا حتى يعني بدايه سانشو كان في اكاديميه المان سيتي. صحيح. ثم انتقل بانتقال رسمي او اول انتقال رسمي ليك مع بروسيا دورتموند تقريبا ممكن عدى على واتفورد شويه. عدى على واتفورد كان عنده 6 7 سنين اول ما بدايته مع واتفورد، ثم الاكاديميه المان سيتي وانتقل انتقال رسمي لبروسيا دورتموند منذ موسم 2016 2017. طيب. اربع مواسم مع بروسيا دورتموند، ارقام بتبين قوه سانشو خصوصا هو جناح مهم جدا. سانشاير وضح بكل تصريح واضح الفتره الاخيره انا محتاج سانشو، هيكون اضافه في الكتيبه في كتيبته في خصوصا ان مان يونايتد بيصرف اموال كبيره بعمل تدعيم للصفقات بشكل هائل بشكل كبير جدا. لسه هنتكلم مع حضرتك على يعني في صفقات كبيره صفقات هنتكلم عليها دلوقتي، ولكن سانشو لاعب صغير في السن، لاعب مهم 21 عام اربع مواسم مع بروسيا دورتموند حقق ارقام كبيره يتماشى مع فكر مدرب المان يونايتد في تحقيق طموحاته. طبعا لعيب كبير ولعيب مميز جدا، لعيب صغير في السن. تعالوا كمان نشوف هو نفسه سانشو قال ايه بعد انتقاله للمان يونايتد. اكيد لاعب رائع، لاعب صغير في السن، لاعب هداف، اكيد هيكون اضافه اكيده للمان يونايتد الموسم القادم. عايز اخدك في النقطه ديت قبل ما نطلع فاصل لتفصيله صغيره. سانشيز لعيب زي ما انت قلت من اكاديميه المان سيتي راح واتفورد شويه. عايز اكلمك على نقطه انتقاله لبروسيا دورتموند. قيمه انتقاله من بروسيا دورتموند كان 8 مليون جنيه استرليني. صحيح. دلوقتي قيمته وصلت 85 مليون. بتتكلم على يعني تقريبا 80 مليون في خلال اربع سنين. ده شايفه ازاي؟ هل دوت رؤية فنية أو استراتيجي بالنسبة لبروسيا دورتموند إنها عندهم السكاوتنج على أعلى مستوى بيشوف اللعيب الصغير ويبدأ يطوره يشتريه بمبالغ صغيرة ويبيعه بمبالغ كبيرة؟ صحيح. شايف الجزئية دي إزاي؟ وخاصة إن إحنا هنناقش كمان الجزئية بتاعت أسعار اللعيبة، هل فيها مبالغة هل ما فيهاش مبالغة، كوفيد 19 كان ليه تأثير على ترانسفير ماركت ولا لا، لكن شايف الحتة دي إزاي من وجهة نظرك؟ صحيح، يعني زي ما حضرتك قلت 8 مليون جنيه استرليني بدايه او قيمه العقد الرسمي مع بروسيا دورتموند في 2017 منذ اربع اعوام، النهارده بيبيعوه ب 73 مليون جنيه استرليني او ما يعادل 85 مليون
يورو، رقم كبير زي ما حضرتك قلت، تقريبا 80 85 مليون. طبعا رؤيه فنيه اداريه بحتيه، استراتيجي سيستم معين ماشي عليه بروسيا دورتموند. بروسيا دورتموند سانشو مش هو الوحيد، اللاعب الوحيد اللي عمل من وراء اموال، عنده فيجن، عنده رؤيه معينه في ازاي انا استثمر في لعيبه. يعني عندنا امثله كتيره ممكن نقولها في بروسيا دورتموند، يعني من ابرز انا عنده المصيبه هالاند موجود ومش عايزين يسيبوه. طبعا هالاند كمان يعني القيمه التسويقيه عدت الاكثر من 150 مليون صحيح يورو، وصلت 150 وكلام 160 170. هالاند نفسه اتخض وقال ده حلم، ده ما اعتقدش ان دي قيمه لاعب كره قدم. ولكن بروسيا دورتموند بالتحديد زي ما حضرتك قلت هناك امثله كثيره هنتكلم عليها النهارده في القيمه السوقيه او التسعيريه للاعبين والانتقالات. ده مهم ابرزهم جدا. ده مهم جدا لان كمان من خلال الترانسفير ماركت عايز اتكلم معاك على الرؤيه، ازاي الناس دي بتخطط، ازاي الناس دي بتختار، ازاي الناس دي ما تبصش ان انا بجيب لعيب كويس وبس، لا انا بتكلم ان انا كمان اللعيب اللي هجيبه دوت هستفيد منه على المستوى الفني وكمان على المستوى المالي في الماركتنج. هنعرف كل دوت لكن بعد الفصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. قبل الفاصل كنا بنتكلم في نقطه مهمه جدا، بنتكلم على سانشو لاعب المنتقل من بروسيا دورتموند الى المان يونايتد بقيمه اجماليه حوالي 85 مليون يورو، بعائد كبير جدا جدا، لان زي ما بقول لحضراتكم دورتموند يمكن خدوا بقيمه تسويقيه 8 مليون جنيه استرليني، يعني مكسب كبير جدا جدا. هل هي دي سياسات بعض الانديه انه بيشتروا لعيبه؟ هل السكاوتنج، هل الرؤيه الفنيه بتفرق في اختيار اللعيبه؟ ده برضو جزء مهم جدا هنناقشه مع حضراتكم وهنناقشك فيها محمد، ان في بعض الانديه زي دورتموند بتعمل زي الريسيل، ان هو انت بيشتري عنده رؤيه معينه في اللعيب دوت، بيشتريه بيطوره او اللعيب كمان بيطور نفسه بشكل كويس خلال الاربع خمس سنين وبيكسب خلال الخمس سنين دي مبالغ كبيره جدا يستفيد بيها، وتبقى الروتيشن وبتبقى العجله بتدور في هذا المحور. ايه رايك خاصه في دورتموند يعني في الجزئيه دي؟ بكل تاكيد بروسيا دورتموند من افضل الانديه اللي بتلعب الفكر دوت والرؤيه دوت بشكل ممتاز بشكل رائع. في امثله كبيره جدا شفناها في الاعوام الاخيره، مش بس سانشو من 8 مليون استرليني ل 85 مليون يورو او 73 مليون باوند استرليني، عندنا امثله ثانيه. يعني احنا هم اشتروا ديمبلي ب 15 مليون يورو، ديمبلي راح برشلونه ب 135 مليون يورو. نفس الكلام عندهم بوليزتش او اللعيب اللي هو كان ب 255 الف يورو، 255 الف يورو، مش ملايين، متاكد من الرقم راح لتشيلسي ب 60 مليون. يعني احنا بنتكلم في اربع لاعبين تقريبا في الفتره الاخيره في الموسمين الاخرين، 36 اشتروهم ب 36 مليون يورو وتم تسويقهم ب 343 مليون يورو. يعني انت بتتكلم على عائد كبير جدا جدا. وخلينا نتكلم في بعض الانديه، يمكن قلت لك مثال قبل الهوا ان محمد صلاح واحنا موجودين في اولمبياد 2012 كان تعاقد مع بازل، وكان يمكن مدير النادي التنفيذي كان موجود معايا وكنا بنتكلم على رؤيته. انا بكلمه صلاح طبعا لعيب مميز، ايه رايك في صلاح؟ قال لي احنا واخدين صلاح لحاجتين. الحاجه الاولانيه كان في نفس السنة شاكيري طبعا المهاجم أو اللاعب الدولي السويسري كان موجود في بازل، كان رايح لبايرن ميونخ، فقال هو احنا شايفين ان محمد صلاح من الوجهة الفنية هو البديل الأفضل لشاكيري. الجزء الثاني قال لي كده صراحة، قال لي محمد صلاح مش هيقعد عندنا أكتر من سنتين ثلاثة. أنا بكلمك بكل أمانة، قال لي محمد صلاح احنا شايفين ان هينتقل لأحد الدوريات القوية جدا وهيكون ليه شأن كبير جدا. فالرؤيه ديت كمان ان هو انت عارف يعني محمد صلاح اتباع من المقاولين العرب بحوالي 2 مليون يورو، دلوقتي بتتكلم محمد صلاح معدي ال 100 و150 مليون يورو. فدي الرؤيه لبعض الانديه اللي عندها فيجن، عندها رؤيه ان احنا بنسوق لاعبتنا بنستفيد بيها بشكل كبير جدا، وعلى مستوى التعويض بقى الفارق ان هم ممكن ما بيكونوش بينافسوا على بطولات قوي لكن عندهم هدف صريح. يعني بكل تاكيد احنا ليفربول بيسير على خطى بروسيا دورتموند الى حد كبير، لان هو زي ما حضرتك قلت مثال محمد صلاح، وهنقول هو بيفكروا ازاي الاستراتيجي بتاعتهم او الطريقه بتاعتهم في تطوير عقد صلاح الفتره الجايه للمحافظه عليه. احنا هذا العام في الموسم الميركاتو الحالي ليفربول
يعني على في طريقه لتحقيق ارباح بقيمه 33 مليون جنيه استرليني، لان هو الى هذه اللحظه ما اشتراش الا لاعب واحد هنتكلم عليه، يعني ابراهيم كونات هنتكلم عليه دلوقتي، ولكن هو لاعب واحد بس اللي اشتراه، وباع تقريبا ثلاث او اربع لاعبين في طريق ان هو يحقق الارباح من 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 الثلاث لاعبين 33 مليون جنيه استرليني. ليفربول قد يكون هو الفريق الوحيد يعني من وجهة نظري الحالي في الدوري الإنجليزي أو في البرايمر ليج اللي بيفكر بنفس التفكير بروسيا دورتموند، أو بنفس الاستراتيجي أو الفيجن اللي هو إزاي أنا استثمر من وراء اللاعبين بعد عام بعد عامين وحقق أرقام مع الفرق كبير. طبعا مع الفرق أن يمكن بروسيا دورتموند ما بقاش في السنوات الأخيرة منافس قوي للبايرن حصولا على البطولات، لكن يبقى جماهير ليفربول وطموحات ليفربول طبعا هو طبعا الحصول تاني على البريمير ليج وعلى الشامبيونز ليج، وحاجه دي مع صلاح. ودايما بنتكلم الانديه ليها طرق مختلفه في تقييم اللاعب، الانديه ليها طرق مختلفه لتقديم عقود مختلفه عن اللي بنشوفها يمكن هنا في مصر، عقود ثابته، عقود ملهاش يعني اجزاء كتيره غير محترفه. فكمان عشان يغروا محمد صلاح بالبقاء في ليفربول، قول لنا القصة كانت ماشية ازاي؟ هو القصة بتدور حاليا ان احنا ازاي نحافظ على او نغري محمد صلاح، بيغازلوا محمد صلاح بالاستمرارية مع ليفربول بطريقة مختلفة. يعني دايما في انوفيشن، ابتكار في ازاي احافظ على اللاعبين واطور القيمة التسويقية. ففكروا احنا محمد صلاح في المواسم الأخيرة تخطى ال 30 وال 31 هدف، ودايما كان بينافس على هداف الموسم الثاني او الثالث على التوالي. فبالتالي احنا نرفع القيمه، قيمه السالري او المرتب الخاص بمحمد صلاح بناء على دوت ده. يعني خلي بالك بناء على ده، وبناء ان كمان في عروض كتير جدا وفي مغريات كبيره جدا بيقدمها اذا كانوا وكلاء لاعبين او رؤساء انديه بالنسبه لمحمد صلاح. فبيجي الايجنت بتاعه، هنجي له في فقرتنا الاخيره الايجنت، بيجي بيتكلم مع ليفربول، والله انا جاي لي ريال مدريد بيتكلم ان انا عايز ادفع كذا. فيبدا اداره ليفربول تبدا تهيئ او تعمل استراتيجي ازاي تعوض صلاح عن 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 فرق الفلوس ديت. بكل تاكيد صح فعلا. تعوضه ازاي بقى؟ عايزين هما عايزين يحافظوا على محمد صلاح، فبدا ان هو لسه ما فيش ارقام ظهرت، ولكن هو بيشوفوا طريقه، وهي دي الطريقه اللي هما عايزين يعني يشتغلوا عليها الفتره الجايه مع محمد صلاح، ازاي نرفع المرتب محمد صلاح بغض النظر عن القيمة التسويقية نفسها، لأن العقد محمد صلاح لسه ممتد 23 فمن يعني في خلال السنتين دول بيفكروا ازاي نرفع مرتب محمد صلاح من الناحية دي. هيكون اعتقد لو رفعوا عقد محمد صلاح هيكون اكتر اللاعبين يعني حصولا على عقود او اكتر ليفل بالنسبة للبريمير ليج، يمكن هيتفوق على نجوم كبيرة جدا جدا. بنتكلم طبعا على ارقام حتى في المان سيتي ارقام كبيره جدا، دي بروين يعني بيحصل على ارقام عاليه جدا، لكن هم وعدوا صلاح خلال الفتره الجايه انه هيوصلوا لهذا الكم او هذا القيمه التعاقديه معاه بشكل كبير. يعني صحيح بكل تاكيد، يعني لما يحصل كده فعلا هينافس محمد صلاح بالارقام، ينافس هاري ماجواير من اعلى، او بوجبا ومن اعلى الصفقات الموجوده حاليا، وهنشوفها مع بعض في الحلقه، ارقام كبيره جدا وهيصل محمد صلاح ليها اكيد. طيب عايز اربط باللي حصل لميسي، هل ممكن دلوقتي يكون التفكير التوب تو تيمز في يمكن او الثلاثه الكبار او الاربعه الكبار في اسبانيا تتوجه الى محمد صلاح لتعويض غياب ميسي؟ اولا من الحاله الفنيه محمد صلاح يعني محدش هيتكلم عليه فنيا طبعا، وكمان من الناحيه التسويقيه بتتكلم كمان على الفاليو بتاع الليجا، هل ممكن يكون في تفكير ان بعض الانديه الاسبانيه زي برشلونه ريال مدريد انه يفكر في صلاح لتعويض خروج ميسي من الليجا؟ صحيح، يعني برشلونه بكل تاكيد ممكن يكون بيفكر او هيبدا يفكر في محمد صلاح لتعويض من الناحيه الفنيه، طبعا قد يعوض غياب ميسي في الفترة القادمة في مع برشلونة، ولكن ريال مدريد مع الكلام الكتير ويعني تقريبا امبابي في اتجاه لريال مدريد، وهو زي ما قلنا اللاعب يعني بين رغبته بشكل واضح، انا عايز اروح ريال مدريد وريال مدريد متمسك بيه، فاعتقد الاتجاه هيكون برشلونة ممكن بكل تأكيد يفكر بشكل كبير في محمد صلاح.
فنيا وقيمة تسويقية، يعني قد يكون هو اللاعب الأبرز والأهم لتعويض غياب ميسي في الفترة. طيب احنا كنا بنتكلم يمكن بداية الترانسفير ماركت وكل الناس كانت بتتكلم ان في بعض الناس بتقول من الأفضل لمحمد صلاح يكمل في ليفربول، في ناس تانية قال لك لا محمد صلاح يعني يمكن بعد الموسم المخيب للأمال، مش لمحمد صلاح عمل أرقام هايلة، لكن بالنسبة لليفربول حان الوقت ان محمد صلاح يعمل تجربة جديدة، يطلع لدوري جديد، شكل جديد، تحدي جديد، وخاصة على مستوى ريال مدريد. هل انت شايف من وجهة نظرك بقاء محمد صلاح في ليفربول افضل من انتقاله لاحد الأندية الكبيرة في اذا كان برشلونة او ريال مدريد؟ هو لو احنا بنبص على المستوى الفردي او الشخصي او المستوى الأندية، وجود محمد صلاح واستمرارياته مع ليفربول في الفترات القادمة هتكون انجازات يعني قد تكون محدودة، ولكن أنا بتكلم على البالون دور بوجود محمد صلاح بشكل كبير الفترة الجاية قد يكون الوجهة التي من خلالها يعني يقدر أنه ينطلق للمكانة دي هو برشلونة أو ريال مدريد، من القيمة التسويقية، من الفاليو، من يعني فريق ضخم. احنا بنتكلم برشلونة من أقوى الفرق اللي بتحقق عائد مادي في العالم كله، يعني تقريبا 700 وفوق 700 مليون يورو، رقم كبير جدا. فوجود محمد صلاح في برشلونة أو ريال مدريد هتساعده إن هو يحقق إنجازات على المستوى الفردي أو الشخصي بشكل صحيح. أكبر صحيح. وجوده مع ليفربول والكتيبة والمنظومة، يعني أنا شايفها تواجده في الفرينزون بتاعه مع كلوب، هو بيحب إن هو يكون بيكون تشكيلة يعني الفرينزون، يعني أنت أخرج منها بقى عشان هو طبعا أكيد طبعا كلوب اكيد احنا شايفين من خلال الثلاث سنين اللي فاتوا سبورت قد ايه لصلاح، حتى لما صلاح شويه الاداء بيقل شويه يكون في هجوم جماهيري هو اللي بيعمل له سبورت. طب خلينا نروح انا وانت اللي يمكن قبل ما نختم الفقره ديت نحود اغلى الصفقات في اوروبا لغايه دلوقتي، يمكن في خمس صفقات يمكن هي الاغلى في اوروبا، نستعرضها معاكم مع الساده المشاهدين ونبدا نعلق عليهم بشكل كبير. اتفضل يا محمد. سانشو طبعا من اهم واغلى الصفقات في الميركاتو الحالي، يعني وصل ل 85 مليون جنيه استرليني، انا اعتقد ان هو بياتي في المرتبه الثانيه بعد هاري ماجواير مدافع المان يونايتد. طيب النمره 2 اشرف حكيمي طبعا من انتر ميلان وراح للبي اس جي مقابل 60 مليون يورو، اعتقد مكسب كمان اولا لينا كعرب ان اشرف حكيمي طبعا لعيب مميز جدا يكون بيلعب في باريس سان جيرمان. الصفقه بين وايت من برايتون راح للارسنال مقابل 58.5 مليون يورو، ده على مستوى طبعا صفقات الارسنال، في اشاره لان الارسنال كمان عايز يقدم موسم افضل مما كان. دايت اوباما يانجو ده طبعا من لايبسيك راح لبايرن ميونخ مقابل 42.5 مليون يورو، ده على مستوى احنا عارفين البايرن برضو ما عملش صفقات كبيره السنه دي، ودايما محمد البايرن يعني الصفقه الاخيره طبعا ابراهيم كوناتيه ده من لايبسيك راح لي طبعا لليفربول مقابل 40 مليون يورو. عايز اقول لك ان هتلاقي ده الخمس صفقات، لكن نقطه سريعه قبل ما نطلع فاصل وننهي حوارنا اللي كان حوار اكتر من رائع، ان البايرن ما بيدفعش مبالغ كبيره، دي سياسه المانيا انديه المانيا، وخاصه البايرن رغم انه قادر انه يدفع اموال كتير. هو سياسه البايرن يعني مع اختلاف مع مقارنه مع لايبزيج على سبيل المثال، لايبزيج بيدفع فلوس كتير، في تمويل كبير للايبزيج زي ما حضرتك عارف، اما بايرن ميونخ ليه سيستم معين ما بيدفعش ارقام كبيره. وخصوصا انا يعني في الفتره الاخيره يعني عشان وقت الحلقه كنا هنتكلم بشكل كبير على الدوري الالماني وبايرن ميونخ، في ثلاث لاعبين بيمثلوا عائق كبير وحمل كبير على بايرن ميونخ بيطالبوا بزياده مرتباتهم. احنا لو سالنا نفسنا سؤال، احنا في الابا مشي وجه مكانه زي ما حضرتك قلت اوباميكانو هو كان البديل لألابا، ألابا مشي بسبب نفس السبب، طالب برفع مرتباته مع بايرن ميونخ، بايرن ميونخ رفض لانه هو ماشي على سياسه سيستم معين وبالتالي لا يتجاوز الارقام ديت، ومع ذلك بيحقق البطولات، بينافس كل سنه على الشامبيونز ليج زي ما
دي المعادله اللي ان شاء الله هنناقشها كمان معاك. لسه طبعا ترانسفير ماركت لسه شغال، واكيد لسه دي اول خطواته. محمد بنشكرك شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا، كان لقاء مثير ولقاء ممتع، ان شاء الله يتكرر معانا في شاشه قناه النادي الاهلي. شكرا. طبعا بعد الفاصل عندنا كمان جزء مهم جدا، احنا بنقول على ترانسفير ماركت لكن جزء منه مهم جدا للايجنت، وكلاء اللاعبين، كيف يتعامل وكلاء اللاعبين في اوروبا مع الانديه ومع اللاعبين بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف، ويمكن حلقتنا النهارده كانت بشكل كبير جدا على الترانسفير ماركت في اوروبا. طبعا ازاي الاجواء دي بتكون موجوده، ازاي التنافسيه ما بين الانديه تكون موجوده، لكن خلينا نتكلم ان في عنصر مهم جدا في هذه المنظومه وهذه التنافسيه على الايجنت، على وكلاء اللاعبين. وكلاء اللاعبين في اوروبا يمكن مختلفين تماما، شكلهم مختلف يمكن على، يمكن مع احترامي طبعا للجميع هنا، لكن بيمشوا بخطى احترافيه بشكل كبير جدا. وكلاء اللاعبين يمكن في خلال الانتقالات الصيفيه وكمان الشتويه بيتوقف انتقال نجم كبير من نادي لاخر بواقع وعن قناعه بالنسبه لوكلاء اللاعبين. وكلاء اللاعبين بيكون ليهم دور كبير جدا جدا في انتقال اللاعبين من الانديه، وخاصه بنتكلم على التوب بلاير، على اللعيبه الصف الاول زي ما بيقولوا. وكلاء اللاعبين هناك بيعملوا بشكل اكثر من احترافي، كلهم او معظمهم او افضل الوكلاء في اوروبا كلهم عندهم شركات كبيره، شركات عملاقه، شركات يمكن بتصل يمكن ثرواتهم لملايين ملايين الدولارات. وكلاء اللاعبين في اوروبا بيشتغلوا بشكل اكثر من رائع، بشكل احترافي، هو المسؤول عن اللعيب بكل تفاصيله خارج ارضيه الملعب، بيهيئ كل الاجواء اللي او بتخلي اللاعب انه يبدع، واللاعب يكون ما عندوش اي مشاكل، اذا كان مشاكل مع النادي، مشاكل مع الجماهير، مشاكل في الماركتنج، مشاكل كل دوت وكلاء اللاعبين بيقوموا بيه. دور وكلاء اللاعبين مهم جدا في طبعا دور او انتقال اللاعبين التوب بلاير على مستوى الانديه الكبيره من خلال طبعا هؤلاء وكلاء اللاعبين. علشان نعرف اكتر يمكن معانا تليفون برضو يعرفنا ازاي وليد بوشنافه، طبعا وكيل اللاعبين الكبير، ومن خلال تواجده هنا في شاشه قناه النادي الاهلي بنرحب بيه. وليد مساء الخير عليك، منورنا في شاشه قناه النادي الاهلي وفي برنامج المحترف. انا متشرف كثير بكون حاضر معاكم كابتن ومع كل جمهور الاهلي العظيم واهلي العرب واهلي افريقيا، شرف كبير لي اكون ضيف في الحصه اليوم. احنا اللي سعداء بوجودك معانا. كنت بتكلم في نقطه مهمه جدا، طبعا انت عارف قد ايه سوق الانتقالات الصيفيه خاصه في اوروبا مشتعل، وقد ايه دور وكلاء اللاعبين في اتمام الصفقات، في فشل صفقات، في اتجاه لعيب الى دوريات مختلفه. عايز اعرف رايك في دور الوكلاء وخاصه في اوروبا في الترانسفير ماركت الصيفي الموجود دلوقتي. حاليا دور الوكيل هو دور كبير كبير جدا للاعب كرة القدم. كما نرى انه كثير لاعبين بمستوى متوصف وبوكيل كبير اصبحوا لاعبين في فرق عالميه ولاعبين بمستوى جيد وبمستوى كبير بسبب وكلاء او بسبب اختراع او بسبب عدم اختيار الوكيل المناسب في البلد المناسب، اللاعب لم يلعب في دوريات كبرى او في فرق كبرى. انا بالنسبه لي الرئة الكبيرة للاعب كرة القدم حاليا هو الوكيل، الوكيل هو المحامي، هو المنظر، هو الأب، هو الأخ، هو كل شيء. كما قلت هو بيسير كل ما يتعلق باللاعب خارج المستطيل الأخضر. نعرف أنه كثير من اللاعبين وبالأخص لاعبين من أصول عربية ومن أصول إفريقية عامة سببهم وسبب عدم بروزهم وسبب عدم لعبهم في فرق كبيرة هو عدم اختيارهم للوكيل المناسب الذي يمكنه تغيير المسيره الكرويه. واحسن مثال هو اللاعب الجزائري رياض محرز، انه رياض محرز لم يحول من لايستر سيتي وكيل اعماله، لانه كان في ذلك الوقت الفرقيه مع وكيله الاصلي الذي حوله من فرنسا لدوري الدرجه الثانيه الانجليزيه، غير انه تغيير الوكيل او دخول الوكيل في صفقة مع وكيل كبير في انجلترا جعل رياض يمضي في مانشستر سيتي ويتواجد في اهتمامات نوادي كبرى، الوكيل هو الذي غير. هي السؤال هنا، السؤال هنا وليد، السؤال هل فعلا يكون دور الوكيل اللاعبين، هل هو فعلا اللي قادر على تحديد وجهة اللعيب من خلال
تغيير النادي او تغيير البلد نفسها. يعني على سبيل المثال ممكن جدا الوكيل يقعد مع اللاعب يقول له انا شايف ان وجودك مثلا في الدوري الفرنسي او الدوري الالماني يكون افضل ليك. هل ده من ادوار الوكلاء اللاعبين ان هو كمان يحدد وجهه اللعيب بشكل خاص؟ بالطبع احسن مثال هو اللاعب البرتغاليه وجورج مانديس كما فعل مع عديد من اللاعبين البرتغاليه واللاعبين البرازيليه، شفناهم هم من الدوري البرتغالي لاعبين انتقلوا لفرق غير معروفه في روسيا، مثلا كفريق روبين كازان او في فريق دينامو موسكو، بالرغم من تواجد اتصالات لفرق اوروبيه اخرى. وهنا نعرف أن اللاعب كان أن اهتمامات اللاعب كانت اكثر من الاهتمام بالجانب المالي، وعلى حسب متطلبات اللاعب وعلى حسب قوه الوكيل هنا يكون التدخل المباشر او غير المباشر. مثلا الوكلاء كجورج مانديس او كيا جون رابشون او مينو ريولا يحددون انتقالات اللاعب، غير ان الطبقه المتوسطه من الوكلاء العامه في اوروبا بيكون تحديد ليس مباشر، بيكون تحديد بجانب ذكي مع مراعاه الجانب العائلي للاعب، مع احصاءات المنتخب الوطني، لاعتبارات اخرى مباشره او غير مباشره. طيب عايز اخد النقطه ديت ونروح لحالنا هنا، يمكن في شمال افريقيا عندنا مواهب كتيره جدا، اذا كان في مصر، تونس، الجزائر، وكمان على مستوى الدول الافريقيه، ولكن يبقى الايجن، يبقى وكيل اللاعبين هو يمكن احد العوامل اللي بتعطل انتقال اللاعب الى دوريات كبيره. ويمكن عندنا امثله كتيره جدا، واحنا بنقول دايما من خلال المجتمع الصغير الرياضي في كره القدم بيقول لك والله اللاعب فلان الفلان لو كان معاه ايجنت كان بقى في حته تانية. عايزين نعرف احنا واقفين فين كايجنت، وحضرتك وكيل لاعبين احنا واقفين فين من هذه المنظومه المحترفه جدا على مستوى اوروبا؟ اظن انه فيه نسبه كبيره من الحقيقه في هذه، لكنه غير انه تسويق اللاعب الشمال افريقي صعب، لانه اللاعب الشمال افريقي اولا ترتاح ماليا في شمال افريقيا، انه انا حسب رايي كوكيل اعمال انك تلعب في الاهلي المصري مثلا صحيح امام 100,000 متفرج او في الوداد البيضاوي او في مولودية الجزائر احسن من ان تلعب في فريق مغمور في بلجيكا او فرنسا، لانه اللاعب الشمال افريقي انا اشبهه كثيرا باللاعب المكسيكي، احنا بنشوف اللاعب المكسيكي يعمل كاس عالم كويسه على الاقل في الربع النهائي من كاس العالم، غير ان تسويق اللاعب المكسيكي ليس بذلك القوه، لان الدوري المكسيكي دوري قوي، دوري صحيح. هي عوامل كثيره يا وليد، عوامل كثيره جدا جدا بتخش في عمليه تسويق اللاعبين، وكمان هل بتساعد الايجنت انه يسوق اللعيب بشكل افضل او بشكل يعني يكون يعني يديله اولويه انه يلعب في التوب تيمز او في الانديه الكبيره؟ ده موضوع كبير، وان شاء الله هيكون لينا مداخله معاك لان انت عندك خبرات كبيره جدا في هذا المجال، ان شاء الله تكون موجود معانا. بنشكرك شكرا جزيلا وليد، طبعا احد وكلاء اللاعبين المتميزين، ان شاء الله يكون معانا في لقاء اخر في المحترف. شكرا جزيلا وليد. طبعا ملف كبير جدا، وزي ما بقول لحضراتكم الترانسفير ماركت او لعيب الكره المحترف جزء كبير جدا من تكوينه او من تكوين شخصيته او من تكوين مستقبله هو الايجنت. احنا بنتكلم على منظومه اكتر من رائعه، بنتكلم على وكلاء لاعبين يمكن بيصل دخلهم السنوي لاكتر من 100 و120 و130 مليون يورو من خلال عمليه تسويق اللاعبين. تسويق اللاعبين اعتقد كمان ده ملف هنكمله هنا في المحترف بشكل مفصل، لانه مهم جدا جدا. انا بتكلم ده كمان للاعبتنا الموجودين دلوقتي، لاعبتنا المصريين اللي عايزين يحترفوا بره، وكلاء اللاعبين اللي لازم تتعاقد معاهم يكون جدي جدا، يكون عارف مصلحتك كويس قوي، لازم يكون يحطك على الطريق السليم، لان زي ما بقولك عندنا مواهب كتيره جدا الايجنت بتاعهم يمكن رجعهم خطوات لورا، وكان يعني بيفتقدوا لعمليه الماركتنج بشكل كبير. وشفنا مثل على سبيل المثال محمد صلاح، اعتقد محمد صلاح مع تغيير الايجنت اعتقد راح في حته تانية خالص. فبنتكلم في نقطه مهمه جدا، وكلاء اللاعبين والايجنت ده موضوع مهم جدا هنكمل مناقشته مع حضراتكم من خلال حلقتنا في المحترف، لكن يعني وقتنا انتهى مع حضراتكم للاسف، لكن ان شاء الله على وعد للقاء ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، ويوم جديد وحلقه جديده من المحترف.